السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كي درتو مع العياد ديال العيد؟ تقبل الله منا ومنكم. وما شاء الله غادي نديرو واحد الطبق المعروف عن المغرب التقليه ومعروف على الدول واحده اخرى، ولكن بسميه واحده اخرى اللي هي المهم الناس كيقول لهم الحلويات، وبطريقه واحده اخرى. يعني حنا كنديرو هذه الطريقه فيها غير الكرشه والرئه والقريش اللي كيقولوا لنا الزور، وهما كاين اللي تيديروا فيها الحيمه، تيديروا فيها الكبده، كل شيء كيطيب. المهم كل واحد وطريقته. اهم شيء هنايا هو انك هذه الكرشه تغسل مزيان، تنظفيها مزيان، وتنظفي هذه اللعيبه هادو اللعيبات يكونوا منظفين. وكاين اللي كيحيدهم وكاين اللي كيخليهم، يعني كاين هادي راه كتحيد بعد النوبات، يعني هاد الكرشه هادي تتفرتت. ممكن اللي كيكررتها او كينحيها، يعني بحال هكا ينتيها مثلا، وكاين اللي كيخليها. المهم اهم شيء تكون منظفه واثقه بالنظافه ديال هادشي اللي كاينه. نقطع قطعات صغيره، وكل طريقته، كل واحد كيفاش كيستعمل الطبخ ديالو. المهم غادي نقطع قطعات صغيرين ونعاود ندوز نقطع هذيك الرئه كي قلت لكم، وهذاك سميتو القريجيطه ولا الزور، شنو سميتك واش ممكن يقول لها داك البلعوم، كان بلعو ديال البلعوم ديال الخروف. صافي هادشي اللي كاين، غنبدا نقطع هادو ومن بعد ندوز كيف لكم ال ديال الريا ولا الفيشه كيف يقولها الفيشه. المهم غنكمل هادي من بعد نوريكم الطريقه ديال القطع. هادو البنات راني تنقطع هنايا هاد الزور ولا القرجيطه، تنقطعها حتى هي قطعات صغيرين. المهم كي قلت لكم هاد التقليه كاين اللي كيدير فيها الحيمات، كاين اللي كيدير فيها الكبده، كيطيبوها يعني طريفات اللحم، هذا كل واحد وطريقته في الطبخ. انا حبيت نشارك معكم الطريقه المغربيه، وهنايا هاد البلاصه هادي البنات، يعني هاد شنقول سميتها، يعني راه غير بنين تنظفو هذيك الكرشه تصبغات، يعني ماشي لونها هكا كتقولوا، يعني لون غير يعني هذا باش ما يقولوش عاود طاق عليق، يعني هذيك دايره لونها ولا هذا. المهم راه غير ملي كنظفو الكرشه فيها تصبغات بدا داك اللون هذيك اللي كنحطو على باش نقطعو. صافي انا غنكمل هادو وغادي ندوز نقطع الرئة تاهي او الفيشة كيقولها هادشي اللي كاين. هادي تاهي البنات ما عرفش، المهم هادي من هادوك اللعيبات اللي تيكونوا في بين الكرشة وهذا. المهم تتكون بحال شكل الدهنة او شحمة، ولكن المهم كتكون في شكل معرقة في عروق. صافي تاهي تنقطعوها، ندوزو للريا تنقطعوها حتى هي قطعات صغيرين، ندوزوها قطعات، ومن بعد ملي كنقطعوها تنمشيو نغسلوها لان تتكون فيها الدم، ولا غسلتها قبل ما نقطعها غادي تضيقني في القطع، غادي تضيقني لان هي كتشوفها كتزلق. من غادي نعاودو نغسلوها، غادي تنضاف ان شاء الله، تحيدو من هاد العريقات هادو، غادي نديرها هكايا
وصافي هادشي اللي كاين غنقطعها ونطفها ونرجع لكم ان شاء الله باذن الله. هنايا انا غسلتها نضفتها، حاولت على قدر ما امكن نحيد لها دوك العريقات، شوف الدم اللي نزل منها. غنحطها تصفى، وملي تصفى نزيد على الخليط الاخر، باقي الخليط باقي القطعات. وهذا مكان دابا نشوف باقي الفرن اللي ما تقطعش نقطعهم، شي ديال الكريشات وكيف لكم شي اللي كاين هاد اللعيبات اللي قلت لكم تما تاكلوا مع الكرشه، يعني من ضمن الحلويات ولا من ضمن الدواره. صافي غادي نقطع هاد الشيء كامل ونحطو على باقي العناصر الثانيه، من بعد نشوفوا شنو غادي نديروا معاهم. هنا غادي نديروا معاهم الثومه باش مكتت الثومه كتكون مزيانه. المهم هنا درت 7 تقريبا ديال فصوص الثوم، جوج بصيلات. هذوك البصيلات هذيك الثومه غادي نفرمها، وبصيلات غنشردهم شريطات صغيورين، يعني نشردها هكا، يعني نقطع قطع صغيره. والثومه كي قلت لكم غادي نطحنها. هنا الثومه البصله هاني شلطتها، وغادي نزيد معلقه كبيره ديال الخضره. هنا انا عندي البقدونس، وغادي نزيد معلقه واحده اخرى ديال الكزبره، يعني البقدونس والمعدنوس. والثومه كيف ما شفتوا انا اصلا طحنتها ولا فرمتها، وغادي نزيدو عليهم هذيك البصله اللي شلضنا. نخلطوا كل شيء، ومن بعد نزيدو في البهارات. البهارات هنا اللي كاينين غادي نزيدو، يعني الملح ما كنديروش. المهم اول حاجه غادي ندير البابريكا اللي هي تحميره، والبهارات كيبقاو اختياريين كل بلاصه كيفاش كيديروا. المهم هادشي اللي كاين دي الطريقه، ومعلقه تاع جوج معالق الكمون باش ما كتت الكمون مزيان، معلقه كبيره تاع جوج معالق ديال الكمون مزيان، وشويه ديال القزبر مطحون او الكزبره كدير شويه. والكركم، هادو هما المقادير ديال البهارات اللي كندير. هذا شويه ديال القزبر، شويه ديال الكركم او الخرقوم، غير شويه ما كتوش. هذا خرقوم طبيعي ديال ماشي ملون. واكيد غنزيد الفلفل الاسمر او الابزار، حتى هويا غادي نزيدوه. نزيدو معلقه هكاك ما كملهاش ما عمرش. انا عندي هاد عند ماما هاد البزار شويه يعني حامي، دونك ما كنكثرش منه. صافي كنزيدو هاد الليمون او الحامض مصير او الليمون معصفر، كنزيدو كنحيد منه هذاك اللب ديالو. يعني هي نص وحده كامله، واللب ديال النص الاخرى، يعني الليمونه نصها كامل، النص الثاني غير هذاك الدخلاني ديالو. كنحيدو داك البذور ديالو، داك العلف كنحيدوه باش ما يمرش لينا هذا. هنايا ما كنديرش الملح كي قلت لكم، كنخدم الحياه اخر حاجه، والزيت تنخليها حتى هي اخر حاجه، لان اصلا كل شيء دسم، يعني ما كنحتاجوش نديرو الزيت، كنحتاجوش نديرو الماء، وما كنحتاجوش نديرو الملح، لان دايرين الليمون مع صفر او مصير حامض مصير. غنخلط هذا الشيء كامل، ومن بعد غنحطوه على نار
حتى يقرب يستوي شويه، يقرب يطيب، ومن بعد نشوفه ياك ما يكون نقص الماء ولا هذا، وندوق الملحه لان ما دايرش الملحه اصلا، الملحه المصير يعني كفايه لان تيكون هو اصلا ملح. هذا الشيء اللي كان غنحطو على النار، ومن بعد نشوفه من غادي يقرب يستوي قبل منها نشوفه شنو غادي يكون النقص. نحطو دابا على النار ومن بعد نشوفه. هنا البنات ما كفاتنيش هذيك الحله او الكامل اللي كنت دايره، قلبتها هنايا. هنا بدا كي شفتوا هذا هي الماء ديالو، ما زدتش نهائيا هنا الماء وما زدتش نهائيا لا زيت لا حتى شي حاجه ماده دهنيه، هو داك الدهنيات اللي فيه هما اللي كيطلعوا. وهنا غادي ندوق غير الملحه ونشوف واش ناقص الملحه ولا لا، ومره مره غنشوفوا الا تشرب هذاك الماء هو باقي ما طابش او ما استواش، ديك الساعات نزدوه الماء باش ما يتحرك ليناش باش ما يشدش لينا. غندوقوا الملحه ومن بعد نشوفوا. هنا زدت شويه ديال الملحه لان لقيت ناقص الملحه، وصافي غنخليها تاني حتى من بعد ونعاودوا نشوفوها واش ناقصها الماء ولا غادي نزيدها الماء. هانتوما البنات هنايا يعني صافي شربت هذاك الماء، غنزيدها شويه ديال الماء و معليش هذاك التليفون مع البخار ما كيبينش. هنا شربت غنزيدها شويه ديال الماء لان باقا شاد باقي شي شويه طريفات باقي ما طايبينش مزيان، غنزيدها شويه ديال الماء. ومني تقربت سالي كي قلت لكم غندير زيت الزيتون، ندير غير معلقه واحده ديال زيت الزيتون او السمن اللي بغيتو. صافي هنا الطبق ها هو وجد. نتمنى لكم هاد الفكره تعجبكم، ونتمنى ان تردوا لي في التعليق. ومن هنا دائما كنقولها لكم، من هنا فيديو واحد اخر كنقول لكم شكرا للدعم ديالكم تشجيعاتكم، شكرا لتعليقاتكم اللي كت دائما كتخليني يعني تعليقاتكم اللي كتخليني نزيد القدام. ومن هنا الفيديو واحد اخر كنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.